in this video we'll immerse ourselves in a friendly dialogue between ahmed and fatima two individuals from different backgrounds coming together to practice arabic you'll witness their exchange of greetings inquiries about well-being and discussions about travel aspirations this conversation serves as an excellent starting point for beginners eager to explore the beauty of the arabic language so let's dive in and you will get to practice the conversation. marhaban. كيف حالك؟ مرحبا، أنا بخير، شكرا، وأنت؟ أنا كذلك، شكرا، هل تتكلمين العربية؟ نعم، قليلة جيد، من أين أنت؟ أنا من فرنسا، وأنت؟ أنا من مصر، هل تحبين السفر؟ نعم، أحب السفر كثيرا هل زرت مصر من قبل؟ لا، لم أزرها من قبل، ولكني أريد ذلك إن شاء الله ستزورين مصر قريبا. امين، شكرا لك يا احمد. عفوا يا فاطمه، الى اللقاء. وانت كذلك، الى اللقاء. مرحبا، كيف حالك؟ مرحبا، انا بخير. شكرا، وانت؟ انا كذلك شكرا هل تتكلمين العربيه نعم قليله جيد من اين انت انا من فرنسا وانت انا من مصر هل تحبين السفر نعم احب السفر كثيرا هل زرت مصر من قبل لا لم ازرها من قبل ولكني اريد ذلك ان شاء الله ستزورين مصر قريبا. امين، شكرا لك يا احمد. عفوا يا فاطمه، الى اللقاء. مرحبا، كيف حالك؟ مرحبا، انا بخير، شكرا، وانت؟ أنا كذلك شكرا هل تتكلمين العربية؟ نعم قليلة جيد من أين أنت؟ أنا من فرنسا وأنت؟ أنا من مصر هل تحبين السفر؟ نعم أحب السفر كثيرا هل زرت مصر من قبل؟ لا لم أزرها من قبل ولكني أريد ذلك إن شاء الله ستزورين مصر قريبا آمين شكرا لك يا أحمد عفوا يا فاطمه الى اللقاء وانت كذلك الى اللقاء